تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. خرج أهالي مدينة بنغازي إلى الشوارع للاحتفال بانتصار الجيش في منطقة الصابري وسوق الحوت والبلاد في المدينة. وأعلن أمر غرفة العمليات العسكرية في بنغازي العميد عبد السلام الحاسي تحرير منطقة سوق الحوت والبلاد في مدينة بنغازي. حذر صنف الهندسة العسكرية مواطنو وسكان المناطق المحررة في مدينة بنغازي من الدخول إليها قبل إعلان تمشيطها بالكامل من الألغام والمفخخات التي خلفها مقاتلو داعش، وقبل انتهاء عملية التطهير والتعقيم لهذه المناطق من الأمراض والأوبئة. أعلنت المنسقة الإنسانية للأمم المتحدة في العراق الخميس أن ما يصل إلى 20,000 شخص ما زالوا محاصرين في المناطق التي يحتلها داعش في غرب مدينة الموصل. وأوضحت المسؤولة الأممية أن هؤلاء العالقين في تلك الجيوب في خطر كبير جراء القصف ونيران المدفعية المتبادلة، معزة ذلك إلى أن داعش يستهدف المدنيين بشكل مباشر إذا حاولوا المغادرة. قال وزير الدولة الإماراتي لشؤون الخارجية أنور قرقاش إن الرد القطري الشكلي استحق الإهمال الذي لقيه في المؤتمر، مؤكدا أن الخطوات المقبلة ستزيد من عزلة الدوحة وأن موقعها سيكون مع إيران وعدد من المنظمات الإرهابية. أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد حالات الوفيات جراء الإصابة بوباء الكوليرا في اليمن إلى أكثر من 1600 حالة. وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن أكثر من 300,000 يمني أصيبوا أو أشتبه في إصابتهم بوباء الكوليرا منذ تفشيه في البلاد قبل قرابة 3 أشهر. أكد الجيش الفلبيني أن القوات اعتقلت امرأة يشتبه بأنها الممول الرئيسي ومسؤولة الدعم اللوجستي لإرهابيين موالين لتنظيم داعش يقاتلون قوات الحكومة منذ أسابيع للسيطرة على بلدة في جنوب البلاد. وقال متحدث باسم الجيش الفلبيني إن قوات الأمن دهمت قرية قريبة من ماراوي حيث اعتقل 3 أفراد مشتبه بهم عثرت معهم على ذخيرة ومواد تستخدم في تصنيع المتفجرات. أعلنت محكمة استئنافية كندية تأييد الحكم الصادر من محكمة أونتاريو ضد إيران بدفع غرامة قدرها 1,700,000,000 دولار تعويضا لضحايا الإرهاب ضد مواطنين أمريكيين. وعدت المحكمة أن هذا الحكم هو انتصار جديد لضحايا الممارسات الإرهابية التي كانت إيران مسؤولة عنها بدعمها جماعات مسلحة في الشرق الأوسط مثل حزب الله. نهاية الموجز، في أمان الله.